أم سلوم، شو هالشكل؟ هذا أحمر. أنا قلت الشكل مو باللون. إنزين، شو هاللون؟ هاي دويرة. حش، أنا اللي راسي دار. هاي أكيد أم خماس، محد مكسر بابي غيرها. ثلاث مرات من شرخ الباب والسبة أم خماس. بلاكم خايزيني عند الباب. وأنتي أصلا تصبرين؟ مو بعيد عليك قب ما شاء الله، لين الحين بابي من شرخ ثلاث مرات، محد مربع نجار الفريج غيرك. أقول لك، منهم أجر البيت الجديد اللي حدالك؟ أشوف زيعي وايد واقفة حدالة. هاي وحليلها يقولون عنها مطوعة، الأوادم يجونها من كل مكان تقرأ عليهم. قصدك عرافة ودجالة، تقص على الأوادم وتاخذ بيزاتهم. إنزين أم سعيد، نسيتيني حق شوياية. بعد أسبوع عندي عرس، مو بأي عرس، وبخاتمي الغاوي بفص أحمر اللي سلفتك إياه من شهر. حش علي، لا أخذت عنك خواتم ولا غيره، وأنت من متى أصلا تسلفين شيء؟ ها يا سلفته معلاوي. أصلا أنت ستايلك غير عن ستايلي، وبعدين أنا ما أحب ألبس إلا الماركات. إيش دو؟ أنت محد غيرك، أنا عطيتك إياه عشان تلبسينه في عرس ولد مرت خالة حرمة أخوك. وينو؟ وينو؟ ولد مرت خالة حرمة أخوي عرس؟ ما حيد. وانتي من متى تحيدين شي أصلا؟ الشرحة مو بعليش، الشرحة على اللي يعطيه وحدة الساية مثلك. أنا هذا خاتمي وايد أحبه، وارثتن من يدتي، وهذا مو بأي خاتم، ذهب خالص، وفي النص فص أحمر، وبطلعيني أنا بطلعينه. أقول لك ما بعندي، يعني ما بعندي، يعني ما بعندي. وأنا أقول لك عندك، يعني عندك، يعني عندك. سيري دوري عدل في بيتكم وبتحصلينه. أقول لك ما بعندي، يعني ما بعندي، يعني ما بعندي. يوم أنتي نساية وتنسين وين تحطين أغراضك، إش حقة تبلشين لوادم؟ الحين أنا النساية؟ حش، كنكم من العدايل؟ أنتوا ليش ياسين تتناقرون؟ الدانة هاي المطوعة مو ببعيدة، سيروا لها خل تفتح لكم كتاب وتخبركم وين الخاتم. شو تفتحون كتاب؟ أم سعيد، هاي وحدة دجالة. وش دراك انتي؟ الناس كلها تقول انها مطوعة وفقيرة. وشو دراك انتي؟ فاطمة قول قالت هاي دجالة ونصابة. مطوعة دجالة، انا ما يهمني، خاتم يا با، يعني يا با. ما شاء الله ما شاء الله، كل هالخلق عندها معناته سرها باتع. يزاها الله ألف خير، وحليلها المطوعة يالسة وتساعد كل هالوادم، الله يعطيها العافية. الله لا يعطيها العافية، قصة على الأوادم. أم علاوي، أنت شو جاي بنك؟ حق شو ما صرت تطالعين أسهمك النازل اليوم؟ هاي يزاتي خايفة عليكم؟ أخاف تشربكم شيء ولا تخدركم؟ أقول لك أم خماس، مو بالمفروض كنا ناخذ موعد قبل؟ يمكن هالناس كلهم جايين بمواعيد. ما عليك، كاشونا ومصطنها علينا. مفروش مفروش مفروش، مدرور مدرور مدرور، وفي الجذر مفرور. تعالي تعالي اللي عليك الدور، مرحبا الساعة. لحظة شوية. إيه ما غيره، أنا أعرف حق شو أنتي جاية. أنتي تبين تعرسين بس حالك واقف، تعرفين حق شو حالك واقف؟ لأني كم مرة قالتلك بحيتي صوتي تعبتيني، لأنك ما سرتي في أنت صالون دلول، هذا عنوانه. سيري لهم وقولي لهم انك من طرفي، بيحطون على وجهك كريم سحري مقراي عليه من اختراعي،
يسري هذا العرض لمدة 3 أشهر وحتى نفاذ الكمية إذا كانت الخطوط مشغولة يرجى معاودة الاتصال. هذا الكريم لو حطيتي كل الرياي اللي في دبي والإمارات ودول الخليج بيركضون وراك يبون يتزوجونك وبيستوي عليك ضرب نعل. بيضربوني بنعل؟ لا، من كثر ما يضربون عليك بيستوي بينهم ضرب نعل، بس للأمانة والضمير علشان ما تقولين خدعتك يا خويوه، هذا الكريم مو بشغال في السطوة، يعني لا تتوقعين حد من السطوة يدق بابك. لو أي حد في السكة اللي عدال بيتنا بيتخبل علي قابله، أي حد. انت بسيري هالصالون ومن بعد بتدعي لي. استغفر الله العظيم، وانا من متى يمو ياخذ بيزات عن الناس؟ انا اسوي هالشي لوجه الله سبحانه. اشتري الكريم بس انت وخلصيني. ها سمعتي؟ نيكست نيكست. لحظة شوية. اوكي، ها انا عرفت حق شو انت ياي. فريقك بيلعب مباراة مهمة وتبى الفريق الثاني ما يدخل عليه جول. هات 1,000,000 درهم رشوة، اقصد صدقة، بنعطيها لعيبة الفريق الثاني الفقارة المساكين علشان تاخذ فيهم اجر الصدقة. والله بيوفق على عمل الخير هذا اللي سويته وبيفوز فريقك ان شاء الله. ايه وين ساير؟ هات 1,000,000 انا بعطيهم علشان لا يخالط عملك نفاق، وبقولهم فاعل خير. نيكست. يلا دوركم. بلاش بالدوده، تذكر نيكست مو بنحنا. احنا نيكست. نيكست خلصوني. يلا يلا. طبعا انت تعرفين حق شو نحنا جايين صح؟ لحظة شوية. الو الو، حسبي الله على الرسالة. الو، اكيد اكيد اعرف ليش انتوا هني. اها، ما دام تدرين وتعرفين كل شيء وتعرفين اني انا ام خماس صاحبة مطبخ المحماس، وتعرفين ان نحنا جايين علشان خاتم لي ضايع او ما خفتن ام سلم من الساية، ما دام تعرفين كل هذا ما في داعي اقول لك. من غير ما تقولين، كل شيء ظاهر وباين عندي في الكتاب، والخاتم ما بيظهر إلا يوم بتشترين الشيء اللي بقول لك عليه وتدخنين فيه البيت، ومن غير مقدمات إن شاء الله بتشوفين الخاتم ظاهر عندك وباين. إنزين، شو هالشيء؟ القش اللي قسمت ظهر البعير. مكشة؟ قش قش مو بمكشة، القش اللي قسمت ظهر البعير يا الجاهلة. من وين يجيب هالقشة؟ هاي ما يبالها تفكير وذكاء، عندها غا كل الأشياء. نيكست. ها يا ودي، هذا عين زبابة، وهاي رمش مال عنكبوت. سلام عليك أخا، لقيت القشة اللي قسمت ظهر البعير. كم قشة تبين؟ قشة وحدة، المطوعة ما قالت أكثر. يا ودي هالقشة 500 روبية بس. شو 500؟ ما أدري، لو طالب المكشة وكبرها ما أدري شو بتقولي. خاتمي اللي ضاع روحها ب700. أنتي تتحرين، هذه قشة عادية، هاي القش اللي قسمت ظهر مال بعير. هاي اي شيء ضايع عندك في البيت بتحصلينه اكيد. حصلوك لعيد في سيح، قول امين. هات هات اشوف. ام سلوم ركسي هالمره، شو هالشكل؟ أخضر. بطلوا الباب، بطلوا خلصوني. هذه ما بترتاح اليوم إلا يوم بتكسر بابي. الله يخليك معلاوي، بطيل هالباب قبل لا تكسره الباب. أم سلوم أقول لش طلع
طلعي خاتمي بالزين احسن لك. اي خاتم انت بعد؟ عن شو ترمسين؟ ليش انت ما حركت القشه اللي قسمت ظهر البعير؟ ام علاوي لا تطني زين، حركتها ويلست الف في البيت شرعت الخبله ما طلع لي شيء، رغم اني اشتريتها من عند اغال حرامي ب500. ب500؟ عيال ما ينسكت على الموضوع، خلنا نسير عند المطوعه ونقولها ما حصلنا. لحظة. أنا أعرف حق شو أنت جاية، أنت تبين تشتغلين وصار لك 5 سنوات وما حصلتي شغل رغم أنك المؤهلاتك عالية، عندك واسطة؟ عيال ما في حل ولا أحسن حجاب ممكن ينفع وياك، ماشي واسطة ماشي شغل. خذي هذا رقم واحد من زبايني بيسوي لك واسطة، قولي له واسطتي زبيدة وبيوظفك على طول مديرة، تدرين قولي له خلني مديرة التوظيف حسب المرة توظفين أهلك كلهم. إذا تبين تحطين في الصندوق صدقة حسب الله يوفقك في شغلك الجديد. نيكست. لحظة. أوكي أنا أدري حق شو أنتي جاية، أنتي تبين تحملين وتبين عيال، شو تبين مذيلة بركتم فيهم ما وراهم إلا صدعة الرأس، البارحة كاسرين الجدر اللي أسوي فيه السويات، أقصد اللي أطبخ فيه كسر الله رأسهم. أوف ما علينا يا ودي أمي، هذا حجاب حطي تحت مخدة ريلك وبتيبين 4 مرة واحدة إن شاء الله. إيه وين سايرة؟ حطي عن كل ياهل 100 ولو بغيتي 5 حطي 100 زيادة. نيكست. أقولك مطوعة، أنا صرت عند أغا واشتريت من القش ب500 وحرقته ولا استوى شيء. أغا خذ منك 500؟ هاي الحرامي وين بيصير عني؟ هي والله حرامي قال لي 200 عيال، ما عليه بطلعهن منه. المشكلة ان الخاتم هذا مدسوس مكان غزير وايد، والظاهر ان القش اللي قسمه ظهر البعير ما تنفع وياه، يبالك القش اللي قسمه ظهر الفيل. هذا عصعص النملة 800 بس. أغا عطني القش اللي قسمه ظهر الفيل يعل ظهرك القص. 700 روبية. حسبي الله عليك، شو 700 قبل عطنك 500؟ هذه قشة قسم الظهر بعير بس هذه فيل أغلى، لو في قشة قسم الظهر تيس أرخص كانت بي. جسموك في أتشياس قول آمين. إف هات ما علينا، هات أم سلوم حبيبتي، هاي الدروس زينة لتنشيط الذاكرة، بس انت ركزي وياي، هذا أي لون؟ هذا شرات لون كندورتي. وشو لون كندورتك؟ حمر. هاي مو بس ذاكرة، هاي عمل وان. افتحوا الباب، افتحوا، حرقتني الشمس، بشرتي اختربت، اسودي. صمخان ما تسمعون؟ الو نجار مال فريج، تعال صلح باب بيت ام سعيد انكسر. ما اقول غير حسبي الله عليك من حرمه. ام سعيد لحق علي يا ام سعيد، صرت بيت المطوعه ما حصلت حد. ام خماس ما شفت الجرايد اليوم؟ للاسف شفت الانجليزيه بس، وانت متى تحيدين اقرا؟ يقولون مسكوا المطوعه مالتكم بتهمه الشعوذه والدجل. واي يا حسره
وظيفتي، لا خاتم ولا بيزات، موت وخراب بيوت، حسبي الله عليها من دجالة، لا بركتن فيها ولا في قشها. أم خماس، شو هاللي فيدك؟ هاي قشة، قشة الديناصور. بص العيايز مر مشهور، يتعلم الكتبة وقرايب، ادخل حسن وظهر حسون، اكتبوا لهم ديت وديايب. Mm-hmm.